مبسوطة ان انا موجودة معاكي، والديزاين بتاعك شكله حلو قوي ومختلف. قوليلي مين الديزاينر، ستايلست، جولري وشعر وكل حاجة. ديزاينر جوج خياط، الحقيقة ديزاينر لبناني لسه جاي مصر، وهو شغله هايل والكات بتاعته والأفكار بتاعته تهبل. مبسوطة قوي ان انا اشتغلت معاه. ايهاب العدلي ستايلينج، احنا بقالنا سنين مع بعض ودماغنا شبه بعض قوي، بنحب نخرج دايما برا الصندوق. ميك اب سامي حنفي برضو، ده سنين عمر مع بعض. وهيثم دهب شعر. جولري ايرام. شكلك رقيق جدا بجد. ايه تقييمك بقى للمهرجان على مدار الايام اللي فاتت وكمان في ظروف جائحة كورونا؟ بصي، انا تقييمي انه مهرجان ناجح جدا جدا زي كل سنه. بالعكس، ده هو احنا دلوقتي المهرجان ده بيتقدم في ظروف صعبه جدا جدا. دي مسج للعالم انه مصر ناجحه انها توقف على رجلها وتقدم مهرجان زي كده، وافلام مهمه وناس من كل وفنانين من كل دول العالم. دي حاجه مشرفه جدا. تقولي ايه للفنان خالد الصاوي بمناسبه تكريمه النهارده؟ مبروك يا خالد، تستاهلها من زمان، وانت متكرم في قلوبنا ومتكرم من جمهورك، ودايما في نجاح وتألق. يعني في البداية مبسوطة ان انا واقفة معاك وشايفاك موجود في مهرجان الجونة السينمائي. انتوا اللي منوريننا دايما. يعني عايزة حضرتك تكلمني اكتر عن احنا في اخر يوم في الختام لمهرجان الجونة السينمائي. عايزة اعرف، شفت المهرجان على مدار الايام اللي فاتت ازاي؟ والله انا بستثمر الموضوع في اني انا بتفرج على افلام كتيرة جدا. يعني الحاجات اللي زي دي لازم تعمليها في اول يوم واخر يوم، بس هي انا بالنسبه لي بتفرج على افلام، بحضر ندوات، بشوف اصدقائنا، بنقعد نتكلم كتير جدا، بيبقى في ناس كتيره جدا بقالك فتره طويله جدا ما بتكلموش، فبنقعد نتكلم شويه في شغل، نتكلم شويه في شويه حاجات، بنستثمر الموضوع فعلا. يعني الاندستري نفسها فعلا تطلع بحاجات كتيره جدا من ورا. انا فعلا كنت بشوفك دايما باستمرار في تي يو بي في الجامعه الالمانيه الموجوده في الجونه، ودايما كان حواليك ناس. بس بما انك بقى اتفرجت على معظم الافلام، فانا حابه اعرف ايه توقعاتك لاحسن فيلم وافضل ممثل وممثله. ما اقدرش عشان بصي، يعني انا حظلم ناس كتيره جدا، انا في كذا فيلم عجبني جدا، ولقيت واحد هبقى بظلم التاني، بس في واحد فيفرت كده، بس ما اقدرش اقول اي حاجه، بس اي ثينك هيز ذا وان هوز gonna win. يعني دي مجرد توقعات برضه. لا بلاش بلاش بلاش. شكلك عملت اصحاب كتير، خايف تزعله. بلاش، صدقيني بلاش. النهارده طبعا الفنان الكبير خالد الصاوي هيتم تكريمه، تحب تقول له ايه، وايه اكتر دور بتحبه له؟ خلود حبيبي، انا بحب له كل الادوار. خالد عنده نكهه بتاعته، يعني صعب جدا لما تلاقي حد فنان له طابع خاص بتاعه، له حضور مش موجود عند اي حد. يعني طلعي لي خالد الصاوي تاني. خالد من الناس اللي فعلا فعلا ما خدتش حقها في الوقت اللي كان المفروض ياخد حقه فيه، بس الحمد لله. يعني انت دايما ربنا بيعلل الاسباب لكل حاجه، لازم يكرم. انا بشكرك جدا على وجودك معانا في تلفزيون اليوم السابع.